رسالة أميرة ويلز كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان. أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون إصابتها بمرض السرطان في المرحلة الأولى. يأتي هذا الإعلان بعد فترة من الاختفاء وإجراء عملية جراحية في منطقة البطن. أثارت هذه الأنباء صدمة كبيرة. نشرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فيديو للأميرة تشرح فيه تفاصيل الوضع الصحي الصعب الذي مرت به. أعربت الأميرة عن صدمتها الكبيرة عندما تم اكتشاف إصابتها بهذا المرض. أرسلت رسالة إيجابية قائلة: أنا بخير وأشعر بزيادة في قوتي يوما بعد يوم. التشخيص أظهر إصابة الأميرة بالسرطان وستخضع للعلاج الكيميائي الوقائي. خاطبت الأميرة كل من يعاني من السرطان قائلة: لكل من يواجه هذا المرض بأي شكل من الأشكال، من فضلكم لا تفقدوا الإيمان أو الأمل.